لما خدمتي معايا غالي تالت عيد على عائلتي في النواصرة في السبيطات عندي عائلتي واد الناس تعرض لي واحد المشكل عندي انا معاه هنايا في الباركين جا حط عندي الموطور من 8 الصباح حتى 12 النهار كي جا بغا شي يخلص ما بغاش يخلص كان معاه الزوجه ديالو وبدا يعير بالهضره ماشي حتى عليه انا ما بغاش نتشاد معاه ما ندار معاه قلت انا جاي نصور الدرهم حلال وانا حلال لك اود الناس عطيني الدرهم ديالي ما تضيعنيش لا ضيعتيني سير بغيت ما تدخل عليك بالخلا تزاد معايا بالهضره خايبه ومرتو كاينه ما انا احترم السيده معاه هو يبدا يعير ويسب قال لي شوف الطريق اللي تدوز منا وغادي نحيد امك ركابيك منا قلت انا ندوز ودير اللي عجبك وفعلا الوقت اللي دزت نص المشكل اللي وقع ليا هذاك حبسني وصاحبو اللي معاه مربع جبد عليا بالزرواطه ارش لي دير بها الحديد انا كنطلب حقي باغي حقي باغي حقي ما باغي والو من باغي حقي اللي بغيت الدوله تاخذ ليا حقي ما بقى بالي والو حتى حاجه ما بقاتش بالي انا في الدنيا علاش كنظلم بزاف وكنشوفوا الحقوق بزاف ودي لا سيد شي واش طيب يا 50 يوم وفاه الاعتقال وفاه 21 يوم وفاه الاعتقال و50 يوم عباد الله اربعه الناس وعندهم شي حاجه في المحكمه هو شي واحد مقعد عليهم في وسط المحكمه يقول لهم ديروا اللي يعجبكم انا معاكم كتافكم الله يرحم الوالدين انا باغي كنطلب حقي ليكوش انا حياته انا ما كنحمش امي تجي تدير لي ليكوش ماشي دري صغير راه 42 عام في عمري ونخلي امي تجي تدير لي ليكوش عيب انا دابا حاليا نتحارب حتى وقفت على رجلي ما عمري درت لي باغي ليكوش حياته ما بقيتش باغي ليكوش انا راجع لامي الباركين راه عندي امي وحده ما عنديش 70 ام كنطلب حقي حقي بغا يشوف اليوم كي اليوم كي غدا وهاد الناس راه دايرهم ما بغاو انا امينه باسيم شوف الله يخليك قبل من العيد الاول ذبحوه وضربوه على الراس وداو ليه 100 تالف غادي مسخر دغر ساق المولاه قدام الكورس وجا ضاربين بالموس هنا وهنا تصاوروا باقين ولدي ونقصوا وراه شافوا العامل شافوا كل شيء الناس وبرك هنايا 20 يوم في السبيطار عاود ملي خرجت الفاتيكة دفعهم جات مو واختوك وواجهاتنا قالت لينا راه عندي نسيبي وكيل كاع ما يتشد ولدي والله لا تشدوا دابا تشوفوا وفعلا ما تشدش عطاوني قالوا ياك يشد جوج المنيول ونوضي سامحينا ما بغيتش ودفعوا الدواسة ولدي انا ما استقبلوهش وناضوا سيبوا الدري اللي ضرب ولدي راه كبر من ولدي انا راجل وضرب وناض ضربوا وسيبوه وجاو تاني عدني لداري وهدوني قلت لي يا ماما بغيتي تسامحي راه والله ولدي لا تشد وفعلا ما تشدش تقول لك انا نسيبي وكيل ولا ولدي محقور وحنت يتامى ما عندهمش باهم ولا عمهم باش غادي يدافع عليهم قتلوه وحطوا لي في المون وهذا فرشخوا لي دروك هي ثاني راه هرسوه وحطوه ما حنا من دوك الناس القباح ما حنا من حتى حاجه الله يطول لي عمرك وشدد لي اياه بعضوضك سعدت الوكيل عطيني حق ولدي راني ندافع لك سرفاتيكا بينا ولدي داها الجدارمية وقالوا لي سير ديرها شكاية ودفعها الوكيل واليوم راه ولدي صورها دفع الوكيل وراه هاز رجل وحده راه تملي كوش كان دي كنت نديرو ليه بشهت السبيطار واليوم انا راني عمرها هجالة نضل في البركة واحد يعطيني واحد ينهزرني ومنا باش نشري ليه الدواء برا وحده كان نشريها ليه بألفين 2700 كيدقها للنار وراه كلشي بوراقي بين هاد الناس حاقرين عليا يدوم انا ولدي راه ضاع في رجلو درت ليه الحديد وما راه ما نجحتش لي كرفصوه ليا وخلاوه حدايا معويق وانايا ما حيتيه وما حيتي راسي ما حيتي لولدي اليوم نطلب من جلاله الملك وساعدت الوكيل وساعدت قاضي التحقيق وساعدت الرئيس يعطوني حق
حقي من هاد الناس اللي مكرفسين ليا ولدي. بغيت شنو سبب غادي عاد عائلتي تخرجوا لي كرفسوا وخذوا لي 60000 ريال وجوج تليفونات وخذوا لي الموطور. نطلب دركا يتشدوا هادوك الناس ويترباو علاش اللي كرفسوا ليا ولدي.